اهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة منوعات ابو محمد في حياة اهل الريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، ده طريق دك المقطورة باللودر. جابوا هنا يعملوا هنا المقطورة فريم الذرة، هيجمع ال دول بيظبط الكوم الاول وبعدين بيمشي يدكه. هو تعملوا طول دول كوم شويه كده. لازم ندك كويس عشان تضمن ان هي تنجح. بصي ما تفسدش. منه بيقومه ومنه بيدق. بيحاول يلممها عشان هنا في خطوط ذرة وفي ريشة فحم، غصب عنه مش قادر ينزل المعلقة أوي. بيضطر يلملمها شوية براحته كده. بيطلع بقى عليها في الردة كده كده كتر دعس اللودر فيها بيدقها بحيث ما يخليش فيها فراغات هوا خالص، ثم تبص وما تفسدش.
جره جنب جره، بس المشكله اللي ماليه الحته برضه ده مش مساعده. حرك فيها براحتها، تفضل تفرش منه. الله وصاحبه بعد اللودر شويه، بس ما شاء الله اللودر قيم. سواء هيشدوا بقى جاب له عجل جديد وهيروقوا. اي واحد احنا جاي يطلع بقى بين بالعرض او هيلممها كده. ايوه يطلع ده بالعرض. جره جنب جره، جره جنب جره. دكها بالعرض عشان الحروف اللي هي اليمادي دي ودي. طب بتفحرولهاش ليه يا مصطفى؟ ما بتفحروش في الارض ليه؟ ايه؟ ما بتفحرولهاش ليه عشان ما تجيش فيها؟ لا الارض بتبقى لما كده كده احسن. بس خلي بالك بقى عشان الجيران ما يغرقوهاش. لها جوره. اه ممكن. ايوه صح. ظبطها طول عرض وبعدين يرجع يمشي عليها برضو كل تاني. بعد يجيبوا المشمع بقى يفرشوها، يفرشوا عليها. المفروض يحط ملح. هتحط عليها ملح يا مصطفى؟ تحط عليها ملح ليه بقى؟ بس ما بيقول لك يحطوا ملح. تمام. في آراء كتير في الموضوع ده، ربنا يتم على خير. أهم حاجة